السلام عليكم ورحمة الله. حابين نحكي معكم اليوم عن بزوغ الأسنان، منها اللبنية أو الدائمة. متى يبدأ أول سن عند الطفل بالبزوغ؟ تبدأ الأسنان اللبنية بالبزوغ بين عمر 6 أشهر والثمان أشهر، وهي الأسنان الأمامية السفلية، طبعا يليها تباعا الأسنان الأمامية العلوية، وهكذا حتى عمر السنتان إلى السنتان والنصف يكون تبزغ جميع الأسنان اللبنية بعددها الكامل واللي هو 20. بينما الأسنان الدائمة تبدأ عادة بعمر 5.5 إلى 6 سنوات، وهي أيضا الأسنان الأمامية السفلية. عنا أيضا بالنسبة للأسنان الدائمة هن الأرحاء الدائمة الأولى أو الأضراس الدائمة الأولى يلي تظهر بعمر 6 سنوات، ولكن من دون أن يتم تبديل أي سن. فالأهل عادة عندما تذهب إلى طبيب الأسنان، طبيب الأسنان يقول لهم يوجد ضرس منخور، فهن عادة يجاوبوا بالشكل التالي: دكتور ولكن ابني ما بدل أسنانه، فما الحل؟ فنحن نجاوبهم أن هؤلاء الضرسين الأوائل ما بيتبدلوا، إنما بيظهروا من دون وقوع أي سن، وبالتالي بنقول لهم دائما ينتبهوا من عمر 5.5 للستة من أجل عدم بداية نخر في الأدراس الدائمة. طيب متى نبدأ بتفريش أسنان الأطفال؟ عادة نبدأ بتفريش الأسنان من مع ظهور أول سنين لبنيين، يعني بعمر 6 إلى 8 أشهر. كيف؟ طب الطفل ممكن يبلع المعجون، صعب يفرش أسنانه. بكل بساطة بتكون العملية بشكل جدا بسيط، وهي بشاش مبلل. فتقوم الأم عادة بمسح الأسنان بشاش مبلل حتى عمر 1.5 للسنتان. تبدأ الأم عادة باستعمال فرشات أسنان، طبعا لازم تكون ناعمة أكيد ومن دون معجون، خوفا من أن الطفل يبلع المعجون. بعمر 3 سنوات لـ4 سنوات وقت يتعلم الطفل طريقة المضمضة أو طريقة البصق، فبالتالي ممكن نستعمل له معجون، وهالمعجون طبعا رح يكون بكمية قليلة جدا، وهي عبارة عن فقط بشكل حبة عدس، كمية حتكون مو أكثر من حبة العدس، لأنه كتر المعجون ما بيفيدنا، إنما لحنا الخوف إنه الطفل يقوم ببلع المعجون وعلى كميات متكررة، وبالتالي من الممكن يؤدي هذا الشيء إلى تسمم. طبعا بالنسبة لزيارة طبيب الأسنان يجب أن تبدأ من عمر 6 أشهر إلى سنة وتكون بشكل دوري. كل 6 أشهر يجب على الأهل أخذ الطفل إلى طبيب الأسنان فقط من أجل معاينة. إذا كان لا يوجد أي مشكلة تمت الأمور وفقط عملنا كنترول، أما إذا كان هناك أي نخر أي مشكلة يقوم الطبيب فورا بالتدخل في بداية المشكلة وعدم الانتظار حتى وصولها إلى مراحل متقدمة من سحب أو بتر عصب. هذا كل شيء اليوم حابين نتكلم معكم. شكرا لكم والسلام عليكم.